احنا لحد امبارح الحال في الميدان ما عجبناش، جينا عملنا تقفيله حوالينا بحبال حوالين الميدان، قعدنا احنا بنجو البياعين اهو لما العصور وسط البياعين قعدنا احنا بنتهم اي حد يفسد ثورتنا. ثورتنا مستمره وناجحه. اي جماعه او اي ائتلاف هينزل يوم 8 هنتهمه باثاره الفوضى ما بين الشعب والجيش والداخليه. اي حد هينزل الميدان ثورته مستمره مش هيبقى مننا يا سيد عصام يا شرف. اي حد مش هينزل يوم 8 مش هيبقى مننا من البلطجيه. محدش ينزل الميدان، محدش ينزل الميدان، الميدان في خطر، محدش ينزل ميدان التحرير. احنا عشان اللي موجود ده عشان المخدرات والحاجات اللي كانوا بيعملوها احنا بيتشوه صورتنا. كل اللي بيعدي بيقولوا لنا انتوا قاعدين ايه، انتوا بلطجيه، انتوا بخربين البلد. احنا عشان نوريهم ان احنا شباب نظيفه قفلنا على نفسنا امبارح، قفلنا على نفسنا الصينيه امبارح. كان وحش صح، قفلنا على نفسنا الصينيه امبارح وتلاقينا ان مفيش فايده. عملنا اجتماع مع بعض اللي في الصينيه كلهم، قلنا احسن حل ان احنا نسيب الصينيه ونروح نقعد عند مجمع التحرير. رحنا عند مجمع التحرير قلنا نسيب لهم الصينيه عشان نبقى بعيدنا عن موضوع البلطجيه وغيره. الجون بعد كده راحوا طلعوا علينا بشغب وضرب وبتاع على اساس ان احنا سيبنا لهم المكان وكده. طبعا بلطجه وقله ادب، فاضطرينا ان احنا نرد عليهم، فحصلت المشادات دي كلها. فتح علينا انابيب بوتاجاز، ولعوا في الخيم، ولعوا في الحاجات اللي باقيه بتاعتهم. بعد كده كانوا عايزين يرموا الانابيب بتاعتهم وسط النار اللي مولعه هنا عشان يفجروا في اي حد، يموتوا اي حد الله اعلم كان غرضهم بس كده. شكرا. انا عايز